getting back to levels that we'd gotten it to some weeks ago, about 200 trucks a day. Yesterday, for the first time, the World Food Program was able. خلال برنامج الغذاء استطعنا تقديم المزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة. أيضا المغرب تمكنت من إيصال المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم، وأيضا من خلال عمليات جديدة يتم تقديم المزيد من المساعدات. لقد قمنا بتنفيذ عمليات مساعدات من خلال الجسر الجوي وأيضا من خلال المنصة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تمهيد لبعض الطرق لإيصال المساعدات من أجل تيسير العمليات المساعدات الواصلة من الأردن إلى غزة. فبالتالي هناك تحرك وهناك بعض الإجراءات الإيجابية، ولكن هذا يظل غير كافي. فبالإضافة إلى ذلك، إسرائيل لابد عليها أن تفتح المزيد من نقاط الوصول وأيضا التنسيق الجيد من أجل ضمان تيسير إيصال المساعدات بشكل سلس. بالإضافة إلى ذلك، لابد من زيادة قدرات التفتيش والفحص من أجل إستاحة وصول المزيد من المساعدات من خلال المعابر الرسمية، وأيضا إزالة كافة العقبات، وأيضا توصيل المزيد من البضائع من خلال الفحص الجيد واتخاذ كافة الإجراءات الشرعية واتباع اللوائح والقوانين اللازمة. بالطبع أيضا نحن لسنا وحدنا، ولكن من الأهمية بمكان أن نضمن أن كافة البضائع تصل إلى المحتاجين، وأن يتم التوزيع بشكل عادل وشكل عملي. وأيضا يأتي ذلك من خلال تعزيز عمليات التواصل مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة من أجل تحقيق العمل الفعال والمتقدم. الأساس هنا، نحن في حاجة أن نرى كما وصفنا، نحن في حاجة أن نرى أن هناك تقديم لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا هو الهدف الأساسي، هذه أحد الأمور الهامة. في البداية، أولا لابد أن نتيح الوصول للعالقين وأن نصل إلى المحتاجين. فعلا لابد أن يتم ذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية، بالإضافة إلى ما يعانوه من مأساة. لابد من تهيئة كافة الظروف للحد من هذه التداعيات والوصول بشكل فوري للشاحنات، وأيضا لابد من ضمان عدم وصول أي جماعات مسلحة أو أي جماعات إجرامية في هذه السياقات. كذلك ربما تكون هناك الكثير من الفرص لتعزيز السلم والأمن، وأيضا لضمان أمن وسلامة الشاحنات الواصلة، وأيضا يمكن أن نتوقع حجم المساعدات اللازمة. هذا يعطي الثقة لدى المواطنين أن الغذاء متاح، وهناك استمرار لتدفقات الشاحنات للإعانات والإغاثات، وأيضا هناك حس بالاطمئنان والسلامة والأمن، أيضا من أجل تجنب الأسواق السوداء في غزة. بذكر ذلك كله، حتى وإذا ما عملنا بالحد وتقييد كافة التداعيات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية، نحن نهدف إلى وقف إطلاق نار فوري، وأن يكون هناك بيئة تتيح لمزيد من التعاون. هناك الكثير من المفاوضات بهذا الشأن، ولكن المسألة الأساسية هل تأخذ حماس هذا الأمر بشكل جدي لإنهاء المعاناة التي شنتها والتي تسببت فيها منذ البداية؟ هناك بالفعل انخراط كبير في كل يوم وكل ساعة مع مصر ودولة قطر من أجل أن نرى أن يتم تحقيق وقف إطلاق نار فوري، والسماح بمزيد من المساعدات، والسماح بالمسارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى الحلول الآمنة. بشأن الرهائن، هي الصلب الموضوع، الرهائن في قلوبنا وعقولنا. لقد علمنا أن أحد المواطنين الذي نعتقد أنه أخذ في 7 أكتوبر كان قد قتل. لقد تقابلت مع عائلته عدة مرات على مدار الأشهر الماضية، وتحدثت إليهم بالأمس. لا يوجد أي كلمات تعبر عن هذه المأساة. لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه المأساة.
هناك سبب آخر لوقف إطلاق النار بشكل حاسم من أجل السماح لوصول الرهائن إلى منازلهم. لقد أوضح الرئيس تماما أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية وفعل كل ما يمكن بوسعنا من أجل حماية المدنيين لابد أن يتم أن يكون له الأولوية، لا يمكن أن يكون هناك اعتبار آخر. ولكن بشأن هذا الموضوع أود أن أقول بكل بساطة، سواء ما دام هناك إرادة طالما كان هناك سبيل، لابد أن تكون هناك أولوية لدى الحكومة الإسرائيلية لحماية المدنيين والسماح بالمساعدات ووصولها إلى المواطنين. لابد أن تكون هذه المهمة الأولية حتى في خضم ما يفعلوه من أجل الدفاع عن أراضيهم والتعامل مع تهديدات حماس. مستعد الآن لطرح الأسئلة. مرحبا سعادة الوزير. حسنا، أمرين بشكل سريع فيما يتعلق بالشهور الماضية والحاجة إلى مزيد من المساعدات إلى غزة. بشأن لقاء اليوم، ما تناوله هذا الاجتماع هذا اليوم؟ هل هناك قرارات تم اتخاذها بشأن تعجيل وصول المساعدات من خلال الممر والجسر البحري؟ وهل هناك موضوعات أعم أو أمور أخرى تم اتخاذها؟ لا يوجد أي أسرار بين بايدن وإدارته وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أكبر من مسار الشهرين الماضيين وعلى مدار حتى الأسابيع الماضية. وأنا أود أن أعلم، هل أنت سعيد وراض عما وصل إليه من بشأن تعجيل وصول المساعدات؟ وهل يمكن أن تدمج ذلك بالأعمال القتالية على أرض الواقع؟ ما هو دور الولايات المتحدة وإدارة بايدن في هذا الشأن؟ ومتى تقرر أن يكفي ما حدث؟ وماذا يعني ذلك؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق باجتماع اليوم، بالطبع كان التركيز على الجسر البحري، وبالطبع هناك الكثير من التوقعات كما ذكر الرئيس في خلال حديثه في حالة الاتحاد. هناك الكثير من الأطراف المشاركة في من التي تساعد في إنشاء هذا الجسر البحري، وأيضا من أجل جمع المساعدات بشكل آمن وحشد المزيد من المساعدات وإرسالها من خلال الجسر البحري إلى الأماكن المخططة. هذا أيضا يتم تابعه الرئيس مع الجانب الإسرائيلي من أجل تعجيل هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك كما ذكرت، القوات المسلحة تعمل بشكل كثيف في هذا الشأن، ونحن نرغب في تعجيل هذا الأمر بأكبر شكل ممكن، وهناك كثير من التنسيق مع الدول المانحة والدول المشاركة، وهذا كان تركيز حديث اليوم. مرة أخرى أود أن أؤكد لحضراتكم أن هذه الجهود المبذولة حيوية، ولكن تعتبر مكملة لكثير من المسارات الخاصة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى المسارات البرية. فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالكم، لن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل، ولكن نحن نعمل عن كسب مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك مع الكثير من الدول من أجل ضمان أن يتم بذل الجهود اللازمة لوصول المساعدات والوصول إلى المحتاجين وحماية المدنيين. هذه الجهود المتواصلة في هذا السياق. نحن نريد أن نرى في زيادة حجم هذه الجهود، وكان الرئيس واضحا لابد أن تكون هذه أولوية لإسرائيل، وهذا هو السبيل الصحيح من أجل حماية المدنيين، وهذا هو السبيل الأمثل.